بالنسبة للعلاجات للولادات ما بعد الولادات المتكررة تقسم إلى نوعين، هو النوع الجراحي وغير الجراحي. بالنسبة للجراحة طبعا بعد زيارة السيدة لأخصائية النساء والتوليد يتم تحديد نوع الجراحة حسب الحالة وحسب الأعراض اللي تكون موجودة عند المرأة، واللي هو حسب الضرر، أما تكون ضرر وظيفي أو أنه ضرر في الشكل الخارجي للأعضاء الأنثوية. النوع الثاني من العلاج هو العلاج غير الجراحي، وهو باستخدام تقنية الليزر. الليزر حللنا موضوع كثير وكان بديل عن الجراحة في حالات عديدة.